رابور المقابلات اللي فاتت. إذن هذه ربما بشائر خير بالنسبة للمنتخب الوطني من خلال هؤلاء اللاعبين، خاصة بخلال فرصتهم في هذه المباراة. ربما نعمون جابر الواصل مع في ترتيب بالنسبة للاعبين الجدد يعني اللي يلعبوا لأول مرة بين بأية نورية. ربما نشوفوا الآن مع شايبي وبوعناني اللي هم كذلك أول مشاركة لهم في هذه المباراة، وأيضا الأداء المتميز لعمورة اللي خذا ربما أكثر وقت في مباراة مقارنة بمباراة المغرب. شوف طريقة استقدام اللاعبين في هذه المرة تبين ولها دلالة على أنه بالماضي فهم ما معناه التنوع التكتيكي، ليس التنوع التكتيكي في مباراة وكل المباريات، في المباراة نفسها، في نفس المباراة يمكن أن يكون هناك تنوع تكتيكي، هل التغييرات التكتيكية تكتيكية في المباراة نفسها، لأنه اليوم شاهدنا عدة رسوم تكتيكية وعدة أنظمة لعب في مباراة واحدة، وهذه الأنظمة اللي شفناها اليوم من أين تأتي؟ من البروفايل تاع اللاعبين. إذا عندك اليوم لاعب كما شايبي اللي طرحت عليه السؤال وبو عناني، لأنه في كرة القدم الحديثة أصبح لا يسمى لومونوج، يسمى اللاعب الذي يلعب بين الخطوط. شفنا التمريرة اللي مررها شايبي إلى بو عناني كيف استلم الكرة بين الخطوط، وهذا أمر مهم جدا لما تستلم الكرة، ويعيقون في كرة القدم الحديثة أيضا التايمينغ دو لاباس. شوف التمريرة الوقت كيف كان إلى إليني ميلونجو ولابير تاع بوعناني، هذه الفرضيات والفنية تاع اللاعبين المستخدمين الجدد يمكن أن تعطيك تكتيك جديد. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني لما تتكلم على أيت نوري، أيت نوري عنده بروفايل تاع لاعب رواق مباشرة أو جناح خلفي يحكم لكوتي كوش، تقدر تلعب بها تكتيك دو جو سيستم جو كلاس، خاصة لما يضمن تغطية في المستوى. اكزاكتومون، لما يضمن تغطية من لاعب شكون؟ متعود على اللاعب. عندي بعض الاحصائيات الان الاخ مسعود، 81% بوسيسيون دو بال بالنسبه للمنتخب الجزائري، هذا الامر كان ظاهر لو انتهت النتيجه 1-1، نفرض من تفوق تكتيكيا رغم انه الاستحواذ اكيد يكون كافالي، ولا كافالي لانه كره بالنتيجه لا يعني الاستحواذ بالكره انك ستفوز او تتفوق تكتيكيا. عندنا 18 تسديده نحو المرمى. ما معنى 18 تسديده؟ انه الحلول في العمق كانت منعدمه في الشوط الاول بدخول اللاعبين، خاصه عمورة الذي احدث ثوره في دفاع الخصم وهو الذي حرر لكوتي دوا والكوتي كوش، ونقول ان تري بون كوتشينغ للمدرب بالماضي في الشوط الثاني. ونلاحظ مش نحب نزيد حاجه على جابر واش قال على ايتنوري، دوك عندنا سلاح اخرى في المستقبل لما تشوف ايتنوري تتصور يزيد يدخل العطار تنجم تبني قوه